أنا امبارح سمعت الأستاذ مصطفى بكري بيقول إن أقصر طريق للحق هو الصراحة. بيقول لمين؟ يا ابني بيقول للناس كلها اللي بتسمعه. يعني الأستاذ مصطفى بكري هو اللي كان بيتكلم عن الصراحة. لا كده معقول برضه. هو كمان الأستاذ مصطفى بكري مش عاجبك راخر؟ لا بالعكس يا حاجة، شوفي انت حتى اقتنعتي بكلامه ازاي وكلمتيني بصراحة. خلتينا نغير الكهرباء والغاز والميه وجوزت انتصار وانصاف وده شملت ابويا وطلع كل ده ما حصلش.